على وقع احتجاجات عارمة يستفيق الفرنسيون في مشهد بات من يومياتهم إثر تمرير نص تسوية قانون إصلاح نظام التقاعد، بعبارات ساخطة يندد هؤلاء المتظاهرون بالمشروع المثير للجدل، بلافتات وشعارات تتهم الحكومة الفرنسية بالتآمر على الطبقة العاملة. يستمر رفض مشروع إيمانويل ماكرون جملة وتفصيلا عشية تصويت مجلس النواب على حجب الثقة عن حكومة إليزابيث بورن. هنا في الطرف الجنوبي من العاصمة الفرنسية باريس، لا تكاد الشوارع تخلو من أكوام القمامة بفعل عزوف عمال النظافة بالبلاد عن مواصلة نشاطهم، في مشهد ينذر بشل شامل لقطاعات حيوية في أنحاء فرنسا، مع تكثيف حركة التعبئة وقمع المحتجين خلال الساعات 48 الأخيرة من الصدام. مسلسل الاحتجاج الذي أبت فصوله التخفيف من حدة التصعيد يعمق من أزمة فرنسا في مواجهة احتقان الجبهة الاجتماعية، ويضع إجراءات حكومة بورن المخالفة لمطالب الشارع أمام وضع خطير يهددها بالرحيل المبكر من دون التوصل إلى حل وسيط يرضي النقابات العمالية في البلاد، بالتزامن مع تجاهل الحكومة الغليان المتصاعد وإدارة ظهرها لانشغالات رفعت ولا تزال على مدار شهور متتالية شهدت خلالها البلاد مسيرات مليونية غير مسبوقة،